المواطن، واحنا بحاجه الى مستشفيات. احنا الان كحكومه محليه ندرس هذا الواقع، يعني بصراحه بحاجه الى الاقضيه والنواحي تكون بها مستشفيات ومحافظه ميسان. نعرف انه عندنا مستشفى الصدر والزهراوي، وهذه مستشفيات باليه، يعني احنا الان يمكن مخصصين 17 مليار لبناء او ترميم مستشفى الصدر، وهذا لا يعني شيء، يعني ما راح يقدم لاي شيء، طابق يمكن ما راح يعمله. مستشفى الصدر مستشفى موقع مهم، مستشفى مهم جدا، لكن للاسف تبالى لانه من نتيجه الثمانينات لحد الان هو مبني. فنتامل انه يكون مثل هذه التجربات تنجح لتطوير الواقع الصحي في محافظه ميسان.